طبعا بيكون في ايمان وتقوى وعفه وطهاره، وفي مثلا الناس بتدعي على ربها بالحسنه والمعاذ الحسنه، وفي خير عن باقي شهور السنه كلها يعني. زي السنه اللي فاتت وزي السنه اللي قبليها وزي السنه الجايه، كلنا الدنيا والزحمه خلتك تفكر، ما تفكرش في رمضان، بتفكر انك هتاكل وتشرب ازاي. ممكن انا اختلف مع زميلي، لكن الامور والله انا عايز حاجه بعملها سواء في رمضان بره رمضان جوه رمضان. هي السياسه، هي مصر هي السياسه والسياسه هي مصر. والله يعني الدنيا كويسه يعني، كل سنه بامانه يعني، والسيسي ده راجل والله الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله كل حاجه كويسه وخير وتمام واحسن من السنه اللي فاتت. والله هي زي كل سنه، مفيش تغيير يعني. لا لكن السنه اللي فاتت كان احلى من السنه دي. السنه دي العالم تعبانه، مفيش ظروف تعبان. واطول فتره صيام يعني السنه دي يعني، ف بس حلوه ممتعه يعني. ما هي زي كل سنه، بس هو احساس رمضان بيبقى واحد يعني، مع اختلاف بقى المظاهر الزينه يعني. طبعا كل سنه بتفرق عن السنه اللي بعدها في الطقوس اللي احنا بنعيشها، بيبقى كويس عن السنه اللي قبلها، بنتعلم اخطائنا من السنه اللي قبلنا عشان نصححها في السنه دي. والله الحاجه اللي بيأثروا هنضحك على نفسنا، انا بصلي اصلي طول السنه، مش هصلي في رمضان واسيب بره رمضان. انا في رايي ما فيش حاجه اسمها روحانيات في رمضان يعني، عشان مثلا هفطر واروح اصلي واروح اصلي التراويح، ما انا لو بصلي العشاء كل يوم هصليها في اي وقت مش في رمضان بس. يعني بنقوم من النوم الظهر ونروح الشغل بقى، نيجي على العصر كده وخلاص على كده. مش زي ولا اكن رمضان، مش زي السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، مفيش الكلام ده والله. السنه دي لا والله فعلا صلي العشاء والطريق مبسوطين، ويعني النفسيه حلوه الحمد لله يعني، الناس كلها المصريين كلهم يعني بامان. مفيش يا عم، انت البلد ما هي واقعه، احنا هنضحك على بعض. والله البلد واقعه، مفيش، العالم تعبانه.